طواليطات ما كاينينش، كتجي شي مرا عيانه باغا مسكينه باغا عاش فين تسال فين تقضي حاجتها ما كاينش. وعاد حتى كتشوف القاعه بعدا كاين بالعجاج كيدايره، كتخش السياره في الصباح كتوسخ في العشيه، وخاصها تهيأ، خاصها تهيأ بكراسه ومرحاضات زوينين وداك الشيء باش حتى الناس اللي جات تلقى المحطه مهيئه للناس، وبزاف الحالات تكون مزيانه. حتى الزبون اللي جا عندك يكون فرحان، ماشي يجي عندنا يقول شو هاد الناس المحطه عندهم كيدايره وشو التراب وحالتهم كيدايره، وما كاينش شي يد اللي شافت فينا ولا شي حاجه رجعوا حنوا فينا هاد الناس. حنا راه الله اللي كتشوف، راه الله اللي كيشوف فينا، راه حتى كتشوف راه الناس راه مكرفسين عينا بزاف، كيجوا يدوروا عندنا هنا يوميا كيشوفوا هاد الحاله كيفاش دايره، وما كاينش اللي جا سول فينا ولا دار لنا شي طواليطات ولا شحال. الناس كتبغي توضا كتصلي، ما كاينش فين تصلي بعدا كاين هذه الاولى، هو عمي ها سخونه ما كاينش، كيمشي يتوضا بالبارد ولا كيجمع الصاله ديالو حتى النهار كامل. هذا راه مشكل كبير بعدا كاين، والناس كاين اللي كيجي عيان مريض كيغوي يتوضا بماء سخونه ما كاينش. وهذا الشيء اللي كيضرنا، هذا الشيء اللي كيضرنا. اما هذا الشيء اللي ديال الدومين ديال الحرفه راه حنا عارفينو، راه مع هذا الوباء راه الوقت عيانه والناس راه مستمره معاه وغادي، والله يرفع علينا هذا الوباء. من 65 انا كنلقى هذه المحطه هنايا 65، ما عمرنا شفنا فيها شي اصلاح ولا شي حاجه، ولا عمر تفكر شي حد. حنا كتبنا للمجلس البلدي، كتبنا للعماله، كتبنا للباشا، ما كاينش اللي يجاوبنا على شي حاجه. كيجيو عندنا عيالات دروك برانيات، كيجيو عيالات يغوركبوا وحاجه كيبغيو يمشيو للطواليت ما كايناش، يولي يدرقوا ورا الطوموبيلات هنا. ها شو ها صافي عندنا ولات هنا، ما خليناش معاهم شي بلاصه، ما كاينش اللي يتذاكر معانا، ما كاينش شي. من ناحيه الخدمه كتشوفوا الخدمه راه عيانه كاع في هذا الوباء، هذا الشيء اللي كاين الوقت راه مضروره شويه، وما بنادم معدي معاها وصافي. حنا الحوايج اللي بغينا وضروري خصهم غير طواليطات. الناس برين كيجيو هنا ما كاينش فين كيمشيو، اللي بغى يتوضا ما كاينش فين يتوضا. ها شوف الحاله ديال الحيط كي دايره، كلشي الناس كيمشيو على الحيط تما، والبلاصه ما كايناش. هادي راه بزز هادي بالدراع باش درنا لها التراب هذا، والله العظيم لا بالدراع، وخسرنا من جيوبنا باش كاينة ماركات بحال الكاريين. مشكلة ما كاين لا طريقان لا قاعة لا كراسة لا استحمص، ما كاين لا فين تقعد، تعطى الله أنت كتشوف فيه. جالس فوق التراب تريطوار أنت تشوف، فين غنجلس؟ كاين الكراسة أنا ما كاينينش، هادي راه ما كاين والو، اللي عطى الله هو هذا. حنا صايمين الحمد لله، صايمين واللي ما قالك فين تقعد، يعني ما كاين حتى الظل ما كاين، في غطرية. عجب الله ما كايناش الشمس دابا اليوم، بقات الشمس طيب بنادم. زدنا عليك الدوار ما كاين حتى في تصلي هنا، ما كاينش كاع، كاين كاع في تريح، ما كاين في تصلي، ما كاين في توضا. القضية صافي لحقت على حدها، هي مبهدلة وما زادوا بهدلوها أكثر كاع، صافي تهضر مع شي واحد يقول لك أنت عيش ولا موت كاع شكون سوقك. وغينا لا كاين شي طروة يدوها من البلاد ولا من المدينة ولا صلاحنا ويخلوا الحوايج هكاك دايرين. خويا كنعانوا من هاد المحطه هنايا، ما كاينش عندنا مدصصاش، والمواطن ما كاينش يريح، وما عندناش مراحيض، والطريق مكرفصه عندنا، وبغينا نشوفوا هاد الناس مسؤولين يشوفوا من حتى هاد المحطه الكورسي ينتظروها واحد شويه وتفكروا واحد شويه، راه مكرفصه بزاف لا في الشتوى ولا في البرد ولا في الصيف، وكل شيء المواطن كيجيو هنا كيعمروا تراب وفهمت، ما كاينش، وعندك السيارات الطوموبيلات كيتوسخوا حتى همايا، وعندك السيارات الاجرتيه كتخلص قوانين ديولها، خصني نخلص القوانين ديولي، خصني نلقى فين نريح، خصني نلقى فين نجلس، خص المواطن هما يلقاو فين يجلسوا. حنا دابا مكرفسين واحد الكرفيسه بزاف ماشي شويه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.